البنت تعبت، حسينا كده ان في ورم كده في رقبتها، فاضطرينا ان احنا نروح المستشفى، فعرفنا ان هو ورم وفي الغدد الليمفاويه وكده، فاتحجزت في المستشفى 28 يوم. فطبعا ده اثر على شغلي، وكنت لسه ماسكه الاداره وكده، فما ينفعش ان انا استمر وتبقى في مدرسه ملزومه مني وانا اللي مسؤوله عنها، وما ينفعش ان انا اثر في شغلي. فطبعا اضطريت بعد الشهر ده ان اول حاجه اخدت اجازه، بعد كده اضطريت ان انا تنازلت عن الاداره وبقيت وكيله المدرسه علشان انتبه لبنتي شويه. اليوم طبعا بعد تعب جانا، طبعا اليوم اختلف عندي تماما. انا في ايام بقيت اجي من المستشفى الساعه 1 بالليل والساعه 2 بالليل، فكان طبعا حياتي اتغيرت تماما واختلفت تماما. بس بجد بجد بوقوفي في المكان ده، انا لازم اشكر المستشفى على المجهودات اللي هي بتعملها، وبتقدم كل حاجه كويسه للعيال، وكله بالمجان، ومفيش حاجه اسمها واسطه خالص. وبصراحه كل واحد بيأدي شغله هنا هوت يعني على قدم وساق، والله انا بشكرهم، وانا واقفه في مكاني هذا انا بشكرهم جدا.